لأننا نؤمن بقدرات وتطلعات شباب هم للأمة أمل وللأجيال قادة، وبمشاركة المئات من الشباب من مختلف الدول العربية والإسلامية أقامت جمعية مجموعة التفكير الاستراتيجي المخيم الصيفي الثالث للشباب الشباب والقيادة الاستراتيجية في الفترة من 29 أغسطس وحتى 1 سبتمبر 2020، مخيم من شأنه تسليط الضوء على مفاهيم ومهارات الإدارة الاستراتيجية ومنح معارف تاريخية للشباب مرتبطة بالتطور الحضاري وتنمية المدارك وتعزيز المهارات ومعرفة أسس صناعة القرار وكذلك فن الحوار والتفاوض ليكون نتاج عمل وخبرة سنين بأجواء تفاعلية لتكوين وإعداد قادة استراتيجيين. عمل جماعي ونقل خبرات ونتاج فكر قادة وباحثين صفات تكسب المخيم الصيفي طابعا علميا وأكاديميا غير مسبوق، تجلى ذلك بمحاضرات منهجية في مجالات التفكير والتخطيط الاستراتيجي وأنشطة علمية يخوض من خلالها الشباب بيئة عمل قيادي وجمهور حقيقي، وكذلك دفع المتدربين لتطوير أفكار جديدة بروح شبابية ونظرة استراتيجية، كما كان لحضور قادة التغيير من مفكرين وأدباء وخبراء وتنفيذيين وأكاديميين وعلماء الأثر الكبير في المخيم. ففي اليوم الأول كان الافتتاح بمشاركة السيد عاكف جفتاي كليج رئيس وحدة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي الحالي ووزير الشباب والرياضة السابق، متحدثا عن التجربة التركية وأبعادها الاستراتيجية. الأستاذ محمد سالم الراشد رئيس مجموعة التفكير الاستراتيجي، الدكتور أحمد وصال رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام، البروفيسور الدكتور وليد عبد الحي محاضرا عن مناهج وتطبيقات الدراسات المستقبلية، الدكتور أيوب الأيوب مدربا عن البارادايم والتفكير الاستراتيجي كيف ترى العالم. أما الشيخ محمد العوضي فقد سلط الأضواء على قضية الإلحاد المعاصر تحت عنوان التلويث الأخلاقي وخميرة الإلحاد الجديد، وذلك بمشاركة الدكتور عبد الرحمن الهاشمي الطبيب الاستشاري في علم النفس التربوي. أما اليوم الثاني فقد حظي بمشاركات متعددة، الدكتور أنيس قاسم والدكتور إبراهيم المنسي في محاضرة عن فن التفاوض وآلياته والنماذج التطبيقية، المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تجربة في الفراغ، الدكتورة هدى ياسين غضبان والشيخ أحمد حمود عمورة في مشاركة عن حياة الرئيس علي عزت بيجوفيتش المجدد العابر للزمان والمكان، البروفيسور الدكتور ويليامز تكورنزيزا بمشاركة عن تجربة رواندا في البناء الاجتماعي وعبور الأزمة والتأسيس للنهضة. اليوم الثالث كان أيضا ذاخرا بالمحاضرات الغنية، حيث تحدث البروفيسور الدكتور محي الدين أتمان والدكتور طلحة كوسا عن جيوبوليتيكيا الشرق الأوسط نماذج تطبيقية. أما المخرج السينمائي الفاروق عبد العزيز فقد سلط الضوء في محاضرته على تشكيل السينما للوعي العام استراتيجيات دول وأفراد مبدعون، وشارك الدكتور وائل عسق متحدثا عن المبادئ الرئيسية للحصول على صحة متميزة على المستوى القريب والاستراتيجي. أما الدكتور محمد المدهون فقد تحدث في محاضرته عن تجربة قطاع غزة الصمود والاستدامة، الحلول الإبداعية، الشراكة المجتمعية، بناء وتصحيح السمعة. اليوم الرابع أيضا كان غنيا بالمحاضرات والمعلومات، حيث تحدث البروفيسور الدكتور محمد حسين أبو صالح عن قبسات في التفكير الاستراتيجي من القرآن الكريم التخطيط الحكيم، كما تحدث البروفيسور الدكتور محسن كار عن تجربة التنمية في تركيا. أما الأستاذ وضاح خنفر فقد شارك بمحاضرة عن السيرة النبوية نظرة استراتيجية. مخيم ربما لا يشبه غيره لغناه بالشخصيات الاستثنائية وطرح معلومات كانت نتاج فكر قادة مبدعين ومفكرين وأكاديميين لتأخذ بالجيل الجديد من الشباب نحو أفق استراتيجي وفكر قيادي وريادي متميز. كما أقيم المخيم بالتعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام وبرعاية جامعة اسطنبول وابن خلدون في تركيا.